وعشان كده انا قررت ان انا اغير لك مامتك دي خالص. موافقه؟ لا انا بحبها، انا بحب ماما كده خلاص، يعني بحب دينا يعني بحبها كده عشان. طب بصي خلاص انا مش هغيرها لك ما دام انت بتحبيها. انا بس هجيب لها طقم جديد. ماشي ماشي. اتفضلي يا مدام دينا معايا. قومي اتفضلي بقى من هنا. لا ادخلي هنا في الجهاز ده اهو، ده جهاز الطقم الجديد. قولي لبنتك باي باي. باي. فيش يا ماما. ايه بس خايف. انت هتعملي ايه؟ انا هعمل لها نيو لوك هتلبس وتيجي. مش خايف. ماشي. ما تخافيش يا ماما. انت اللي ما تخافيش يا عين ماما. امي بقى دوسي على الزرار كده، اختاري اللون البينك دوسي لها عليه. فين يعني؟ اهو اللي قدامك ده. اهو ده ده اه ده. ده؟ اه. دوست على ايه؟ ما دوستش على حاجه. انت دوست على الازرق؟ لا ده بتغيير الامهات. لا مش عايزه. انا قلت لك دوسي على البينك. بينك دي؟ طب استني، طب اقعدي، طيب اما نشوف ايه اللي هيحصل، اما نشوف كده ايه اللي هيطلع. اتفضلي يا مدام دينا. يا نهار ابيض. كنزي حبيبتي، ايه رايك فيا بقى؟ شفتي ماما اتغيرت ازاي؟ لا ادخلي تاني. لا مش هدخل تاني، وانت هتيجي معايا البيت انا، مش هتروحي مع ماما تاني. لا. ايه رايك؟ لا معلش، هي دست غلط، ما كانتش عارفه انها هتلبس اتغير. ادخلي بس بقى يا مدام دينا بس يلا، وهنغير حضرتك اخر مره وعد. انا اختار ماما بس، مو اللي انا احبها. ماشي يا حبيبتي، هجيب لك ماما اللي بتحبيها. حاضر. قومي يا كنزي اقفلي الباب عليها عشان تتغير بسرعه، ودوسي بقى كده، دوسي على الاحمر بقى، اوعي تدوسي غلط. ايوه ده اللي تحت ده. ايوه ايوه ده، بس كده اقعدي، غمضي عينك بقى كده، غمضي عينك وقولي بقى يا رب 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 يا رب. فتحي كده. هاي ماما جاي. يلا احضني ماما بقى، وخديها واجري بسرعه قبل ما احولكوا تاني بالجهاز انتوا الاثنين. يلا اجري يا كنزي، خدي ماما واجري يا كنزي، اجري بسرعه. ايه ده، هو غير شكله ولا ايه؟ ايوه اقفل بقى الباب على حضرتك. هيغير شكله؟ ما تخافيش يا بنتي، هيبقى احلى بكتير، هيخس بقى ويطول ويبقى شبه تامر حسني. يلا قومي دوسي على الزرار الاحمر ده. ليه؟ دوسي بس، دوسي، انا اللي عارفه مصلحتي. انا خايفه. لا ما تخافيش، يلا دوسي على الازرق. الازرق؟ دوسي كده تاني، دوسي دوسي. ورجعت. ايه ده، انت دوستي مرتين؟ لا دوستي مرتين. لا دوستي مرتين، اهو الجهاز بيقول وورنج. يا نهار ابيض. طب تعالي اقعدي بقى. ربنا يستر، كده باباكي شكله اتغير خالص. انا غيرتيه. انا ايه؟ ده غيرتيه. غيرته ايه؟ انا مالي، مش انت اللي دوستي؟ انا دوستي مره. دوستي مرتين، انا قلت لك دوسي على الاحمر، انت اللي دوستي على الازرق. عموما ربنا يستر، ان شاء الله يطلع احسن بقى. اطلع يا استاذ عبد المجيد. يا ماما يا ماما يا ماما، خدي هنا. ايه انا ازاي حضرتك يا مدام عزيز، عامله ايه؟ تمام الحمد كل لله. كل تمام؟ تمام الحمد لله. حضرتك منورانا. ميرسي. وعمر منورنا، وعايزه اقول لك ان عمر ده قمر وعسل وسكر وحبيبي، وقعدنا النهارده لعبنا وضحكنا وهزرنا، صح يا عمر؟ كتفتي. انت اللي كتفتني؟ ماشي. وبعدين عملت ايه تاني؟ وانا اسمي ايه اصلا؟ بتاعت فيلالان. لولا لاند؟ فيلا لاند. فيلا لاند؟ هي فعلا فيلا يا ابني. هي جت عندي بقت فيلا لاند. دلوقتي يا عمر انا عايزاك تحط السماعه علشان هسال مامتك شويه حاجات. حط السماعه كده، البسها اللي وراك دي. ايوه خليك حطيتها بقى على ودنك واسمعها. انت بتسمعني؟ طب خلاص بقى، هو عمر راح. دلوقتي يا مدام عزيزه انا هسال حضرتك اسئله، اوكي؟ وانت تجاوبيني عليها عشان اعرف مدى معرفتك بالطفل، اوكي؟ قولي لي حضرتك اكتر لون بيحبه؟ الاحمر.
الأحمر أكتر لون مش بيحبه؟ ما أعرفش صراحة. بتعرفي؟ طب أكتر كرتون بيحبه؟ توم وجيري. أكتر ممثل بيحبه؟ هشام جميل. هشام جميل؟ سمرين. ده ممثل؟ لا، هو معتبره كل حاجة. هو معتبره كل حاجة. أوكي طيب، وأكتر ممثلة؟ دنيا. يبقى أكتر مطرب برضو هشام جميل. طيب يلا خلاص يا عمر. شيل يا عمر، خلاص شيل السماعة، شيلها دلوقتي. عايزة أعرف منك يا عمر علشان نقارن إجاباتك بإجابات مامتك، إيه أكتر لون بتحبه؟ ليد. برافو. وإيه أكتر كرتون بتحبه؟ تيم وزلوي. خلاص برافو عليك. وما زلزل والكرتون الحصان اللي عنده أنا حديدة. طيب ومين أكتر فنان بتحبه؟ إبراهيم. هشام. ده صاحبي. ده صاحبك. هشام جمال صاحبك اوريدي. طيب يبقى هشام جمال صاحبك. اوكي طيب، وايه اكتر حاجه بتضايق مامتك منك؟ بتجننها. هاي هاي. خلاص واضح يا عمر ان العلاقه ما بينك وما بين مامتك مضطربه شويه. تحب اغيرها لك؟ لا لف وقعد قدامي. اتفضلي يا مدام عزيزه، قومي معايا حضرتك. حضرتك هتدخلي جوه الاله دي. دي هاي هاي ما جوه. قوم بقى يا عمر ودوس على الزرار. انزل على الزرار الاحمر. ايوه ده، دوس جامد. دوس. ايه ده، انت دوست كم مره؟ انت دوست كم مره؟ خلاص يا لهوي، ده كده شكلها يتغير خالص. اقعد بقى اما نشوف ايه اللي هيحصل. مش انا قلت لك تدوس مره واحده؟ مش عارفه ادوس. دي كده ممكن تبقى واحده تانية خالص. طب هنعمل ايه؟ هدوس. طيب اطلعي يا مدام عزيزه. فين ابني؟ كده اتغيرني يا عمر؟ القعده. ألجع تاني ازاي؟ مش هينفع ألجع، أنت اللي غيرت، أنت اللي غيرتلي شكلي. لا أخولي. مش أنت اللي دوست على الزرار كتير؟ لا أخولي. مش هينفع أخلق خلاص. لا. طيب أنا هحاول أغيرها. خد تعالى تعالى نهو. إيه ماما، إيه شفت بقى؟ شفت بقى ماما حبيبتك؟ إيه ده أنت شايفة؟ لا لا شكرا. مبسوط ان ماما رجعت؟ ها؟ ضحكت عليك وعملت فيك مقلب عشان انت كتفتني. انا كمان كتفتك وخدت مامتك منك. ماما جوه. ايه اللي انت قاعدة عليه ده؟ ده معرفش. ده هيكون في كده وحاجة. ده جهاز كشف الكذب. ليه ده بقى؟ بتعمل ايه ده بقى؟ اسمك ايه؟ محمد. اسمك ايه؟ لما اروح انا العرب. عندك كم سنة؟ ستة. 8 سنين. حاسة انك مرتاحة ولا حاسة انك خايفة؟ حاسة انا مرتاحة. ايه؟ مرتاحة ولا خايفة؟ خايفة. انت بتحب المدرسة؟ جدا. تحب اصحابك في المدرسة؟ كلهم؟ كلهم. مين في المدرسة ما بتحبهوش؟ مثل اللي بتسرق جنبي. بتسرق؟ بتسرق مين؟ بتسرق زمزميته وانا اللي اروح اجيبها. بتحب المدرسة ليه؟ عايزة اطلع حاجة دكتور كده.
بتحب المدرسين بتوعك؟ اه. كلهم؟ اه. كلهم؟ تحب تعوم؟ تعمل بيبي في حمام السباحة؟ يا رب. خد نفس كده عميق. خدته؟ وريني كده النفس تاني. اعمل كده مرة كمان. مامتك وباباك بيضربوك؟ انت يا محمد عسل وانا بحبك. وعايز اسألك اخر سؤال، انت شايفني ازاي؟ شايفني تخينة ولا شايفني رفيعة؟ لا تخين. قول قول. ها ها ها. يا رب. فيا. برافو عليك. بص يا حبيبي انت كسبت.